البداية مثل العادة مع مولود الحمل يلي رح يتصرف ببراعة وبيخدمه الحظ يلي بخليك تتمتع بمقاومة استثنائية، بتمشي أعمالك بنجاح وبتروح باتجاهات جديدة لأنجاح خطواتك. البداية السبت والأحد مع وجود القمر ببرجك يلي بيقلب المعطيات لصالحك، أجواء قوية ممتازة بتخليك تتمتع بحيوية مضاعفة، بحيث أنه موقع القمر المميز بخليك بقمة النجاح والازدهار وبيقدم لك إشارة مهمة وجيدة، بيعطيك نوع من امتياز ونوع من حظ مميز، تشويق وقوة إضافية، بتقدر تمارس نجومية وجاذبية كبيرة وتلتقط الفرص بكل مكان، بتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس، بتتابع الحظوظ وبيهديك الحظ من تغيير جذري بيسهل قدامك الطريق وبخليك تضمن النتائج الرابحة، لأنه حان الوقت عزيز الحمل أنك تفكر بأمور جديدة، عمل جديد إضافي كامل ومتكامل، خاصة بين الاثنين والأربعة مع وجود القمر ببرج الثور ببيت الثاني يلي بيعطيك الدعم، وبتكون حياتك المهنية والمالية مهمة جدا. وجود القمر ببرج الثور الترابي بشكل مربع فلكي مع الشمس من برج الدلو الصديق لك يعني من بيت المال، وبيعطيك فرصة حتى تهتم بمدخولك، مصروفك، راتبك، العمولة يلي انت تخليك انك تكون مشغول فيها بإعادة الحسابات، لكن من الضروري انك تخفف من المصاريف الزايدة والإضافية. فينا نقول فترة فعالة ومنتجة. كمان بتتحسن الظروف العائلية والمهنية والإدارية، وبتقوى حظوظك الخميس والجمعة مع انتقال القمر للجوزاء الصديق يلي بشكل مثلث فلكي هوائي مع الشمس من برج الدلو، يومين حلوين مناسبين للتقدم، للزيارات، للتواصل، أيام منعشة مشرقة بتخليك تتحرك بالطريق الصحيح وبتصير أكثر تفاؤلا، وبيكون بانتظارك تفوق، مكاسب، أرباح، كل حسابات الفلكية بتشير إلى أنه أنت عم تمشي على الطريق الأفضل. عاطفيا بدك تنتبه شوي، بعدها عم تسيطر على الاجواء ظروف متشنجه، ظروف عاطفيه ملبكه مع وجود الزهره بمواجهه برجك من الجدي يلي بشكل تنافر شخصي واجتماعي، بخليك تعيش انتفاضه او غضب، ممكن تاسف للظلم تتعرض له، بخلي عواطفك تتراجع وتتبدل. الجو خالي من الرومانسيه، فيه ركود، فيه غيره، فيه شك، اما العازب رح تعيد حساباتك وتاسف للظلم او عدائيه او حقد ممكن تتعرض له او تصرف غريب من شخص انت كنت مفتكره حبيب لك.